دلوقتي عودة التحسين للثانوية العامة، أنا من أنصار إيه؟ أنا من أنصار عودة التحسين طبعًا، إدي فرصة. وبالمناسبة ده بيحصل في كل حتة. ده مش عندنا، يعني أغلب دول العالم لديها هذه الفرص للطلبة بتوعهم إن هم يقدروا يحسنوا درجاتهم. طيب، لجنة التعليم في مجلس النواب كشفت كواليس مشروع تطوير هذه المنظومة وعودة التحسين. مرة تانية معانا على التليفون سيادة النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب. أهلا 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 سيادة النائب. أهلا بالزميل العزيز معالي النائب المحترم. ده احنا زملاء وعندنا نفس اللقب، فيا بختي. ما بقول لك الحسيني ده منتشر. مسيطرين على المجلس. مسيطرين يا دكتور. دكتور بعد اذنك هستاذنك، اول حاجه الخط بيقطع جامد قوي، فلو في نقطه معينه الخط فيها ممكن يبقى احلى والشبكه احلى نقف فيها عشان نقدر انا هجرب كده وقول لي الاخبار. كده كويس النقطه دي بالذات حلوه. حلوه جدا. اوكي، عايزين بقى نعرف الكواليس بتاعه هذا المشروع الجديد للتطوير من ناحيه في المنظومه، ومن ناحيه تانية قصه عوده التحسين للثانويه العامه. طيب خلينا بس يعني نتكلم يعني بعيدا عن الكواليس واقول لك رايي الشخصي في هذا الموضوع. الموضوع لسه في حاله نقاش، ومش معنى اللي بقول ان هو ده ما انتهينا قريب لجنه التعليم، ولكن انا هتكلم على محاور اساسيه اذا عالجناها نعالج مشكله كبيره جدا في الثانويه العامه. يا ريت. الثانويه العامه من وجهه نظري هي مشكله اساسيه، هي بعبع كل البيوت. رقم 2 فيها تكلفة مبالغ فيها جدا. رقم 3 نظام القبول في الجامعات مرتبط بشكل ما بزود الضغط النفسي على الطلاب. ده الثلاث محاور اللي بنتكلم فيهم. فكرة ان هي بعبع، فهي فكرة الفرصة الوحيدة، هو ده شيء غير عادل على الإطلاق. ان انا عندي فرصة امتحان وحيدة اصبت فيها دخلت الكلية اللي عايزها، وان لم اوفق انا كده حياتي باظت خالص. يبقى هنا بتيجي فكره التحسين. التحسين له اوجه ايجابيه واوجه سلبيه. الوجه الايجابي للتحسين طبعا ان بيديني فرصه واثنين على اساس ان انا اذا لم اوفق في المره الاولى اوفق في المره الثانيه، فبالتالي الموضوع ما بيكونش يعني في ضغط نفسي شديد على الطلاب لان له فرص أخرى متعددة. طيب الفكرة التحسين طبعا دي هتكون فيها كلفة عالية جدا جدا جدا، فهيتعمل التحسين مقابل مادي ولا بدون مقابل؟ دي نقطة لازم تبحث بشكل كويس، لأن فكرة أن أعمل امتحان أكثر من مرة مكلفة. طيب لو هي فيها كلفة، هل هيبقى الناس كلهم قادرين على التحسين؟ هنا تبدأ تظهر ممكن مشكلة لازم برضو نحلها. إزاي نفرز ما بين القادر والغير قادر عشان ندي الفرصة للناس كلها على حد سواء. أنا مش بصادر أقول كل الأفكار لعلاج الأمور دي، ولكن خلينا بس نسلط الضوء على أهمية إن إحنا نمشي في اتجاه التحسين مع إننا نحل أي مشاكل تظهر في هذا الإطار. النقطة الثانية اللي هي فكرة المسارات اللي ممكن الطالب يشتغل في نعمل من خلالها، وده بنشوفه ممكن بظاهر جدا في أنظمة التعليم الأجنبية. يعني نظام التعليم البريطاني والآي جي، هو الطالب يقول مثلا أنا عايز أخش كلية طبية، يبقى لازم أخد حزمة المواد دي، المقررات دي اللي أدرسها. فبالتالي الموضوع بيتغير من علمي لأدبي أو علمي بقى علوم أو رياضة أو أدبي لمجموعة أو حزمة من المواد. إذا أخذت الحزمة دي ونجحتها نجحت فيها بدرجات معينة، أقدر أدخل الكلية الطبية أو المسار الهندسي، كليات هندسية أو كليات فيها فنون أو كليات فيها علوم إنسانية. ده برضو نقطة مهمة جدا عشان تمكن الطالب إنه مبقاش مجبر عليه ياخد مواد ملهاش معنى قوي في الكلية اللي هو داخلها، وخاصة إن الفترة القادمة هنلاقي فيها طفرات وتغيرات كبيره جدا في البرامج الجامعيه. يعني احنا شايفين ان بدا برامج دراسيه جامعيه تظهر ما كانتش موجوده قبل كده. صحيح. مرتبطه بسوق العمل بقى الحديث من الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي واتمته الاشياء، يعني بدا يظهر برامج اخرى جديده، فبالتالي لازم يواكب الظهور البرامج الدراسيه في الجامعه
يواكب تغيير في الثانويه العامه. النقطه الاخيره اللي هو حقيقي نظام القبول في الجامعه، لازم برضو يتبصوا له، هل احنا هنستمر على قبول بالدرجات فقط او بالدرجات زائد بعض الكفايات او المهارات زي ما طبق في مجموعه من الجامعات الاهليه في مصر. دي الثلاث محاور اللي احنا حاليا دائما بنتناقش فيهم عشان نوصل لاحسن صيغه تمكن بقى الطالب من الالتحاق بالجامعه بالشكل المناسب المفيد فعلا للطالب على مدى الحياه بعد كده، بحيث ما يبقاش بس دخل الجامعه او المجموع جابه عشان يخش كليه لو عايزها، لا، المجموع دوت بيعكس فعلا قدره حقيقيه للطالب درس فيها مواد متخصصه جدا عشان يخش كليه بتطبق برامج متخصصه جدا. طيب دي مجموعه من الافكار كويسه جدا يا دكتور، يعني اذا كنا هنشتغل في الثانويه العامه بنفس الطريقه مثلا بتاعه الاي جي ولا بتاعه الباك الفرنساوي، في انه اخد مجموعه من المواد حتى اتاهل للكليات الطبيه، مجموعه من المواد اتاهل للكليات الهندسيه، مجموعه من المواد الى اخره، ده كويس او ده هيساعدني في ان انا افرز ما بين الطلبه وبعضهم البعض، ما يبقاش مجرد تراكم درجاته بس، لكن صحيح. كمان ميوله وقدراته في مساله التحسين بفلوس. انا في رايي لو سمحت لي يعني هو يا من غير فلوس يا بفلوس رمزيه، لانه لو انا عملتها بفلوس كتير هبقى اخليت بمبدا تكافؤ الفرص ففرقت ما بين القادر وغير القادر، فيبدون خالص يحط مبلغ رمزي. النقطة دي لازم تدرس، عامل كده مثلا زي فكرة التأمين الصحي الشامل. أيوه. القادر هيدفع والغير قادر الدولة تدفع له، يعني قصدي لازم يكون فيها شيء نفكر فيها بآلية معينة إن تتعمل إزاي، هل برسوم بسيطة، ودي برضه وجهة نظر، تبقى برسوم بسيطة على الأقل يبقى تمكن الدولة من قدرتها على عقد امتحان أو اثنين أو ثلاثة. النقطة برضو مهمة جدا ان انا لما اجي اعمل المسارات بقى او حزمة المواد دي، مش شرط كلها، مثلا عاوز اخش كلية الطب، فالطب مثلا عايز اخد 8 مواد. فمش محتاج اخد الثمان مواد كلهم في سنة واحدة، ممكن اقسم الثمان مواد صح. على كذا سنة، فبالتالي انا برضو الطالب بيرتاح، ما بيبقاش السنة مزعجة نفسيا كده للطالب وللبيت المصري. تتقسم على تانية وتالتة. ممكن طبعا. وده بالفعل بيحصل في الاي جي، يعني اول ما بخش يعني يير 10 او اولى ثانوي انا بختار، ببدا اشوف انا المواد اللي عاوز اختارها ايه بالظبط، وابدا اقول والله في اولى ثانوي هختار اربع مواد دول، بعد كده في يير 11 او ثانيه ثانوي بختار الكذا ماده دي، يعني ببدا اقسم المواد على حسب قدراتي وعلى حسب امكانياتي وعلى حسب المسار اللي عايز امشي فيه وعايز اوصل لها، وبرضه مفيش ما يمنع ان انا اغير من المسار ده ان لقيت نفسي اخفقت في بعض المواد او لقيت قدراتي مش هتمكنني قوي منها، فبالتالي ممكن اغير هذا المسار. بس النقطه اللي لازم بقى ناكد عليها، هو الكلام ده عشان ينجح محتاج ايه؟ أيوة. برضه لازم نبقى دايما في دماغنا عارفين ان العنصر الاساسي في العمليه التعليميه هو المعلم. طبعا. يبقى لازم معلم برضه عنده هذه الكفاءه، معلم جاذب للطلاب، ان الطلاب لازم يحضروا المدرسه للمعلم، وتلغي بقى فكره السنتر اللي بره ده او المجموعه اللي هي الدروس الخصوصيه اللي بره، عشان برضو ما يبقاش في ارهاق على الاسره المصريه. طيب ده معناه ان انا المزيد والمزيد والمزيد من الاستثمار في المعلم، مش بس في المرتب ولكن في تدريبه وفي تاهيله. طبعا طبعا، معنويا وماديا اجمد المعلم، اخليه قوي، يشعر بذاته بشكل كويس صح. ان المعلم ده، وعلى فكره برضه يا استاذ دلوقتي لما نيجي نشوف اللي احنا في قرار رئيس الجمهوريه بخصوص تعيين المعلمين اللي هو 30,000 معلم لمده 5 سنوات، لما نيجي نشوف الكفايات كده اللي هي بيخش بيها المعلم الامتحان، بنلاقيها فعلا المعلم اللي هيدخل ويجتاز الامتحانات معلم صلب، معلم قوي، كفاءات ثقافية ومعرفية وتكنولوجية ولغوية، فبالتالي المعلم بالفعل لازم يكون مؤهل بشكل كويس. وبعد ما بتختار معلم مؤهل بهذه الكفاءات، انت باستمرار بقى بتعمل التنمية المستمرة اللي هو التنمية المهنية المستمرة ليه عشان يواكب العصر اللي احنا بنشوفه دلوقتي في استراتيجيات تعلم نشط موجودة، في استخدام التكنولوجيا بشكل معين.
اذا كان سبوره ذكيه او اللي هو اللي اسمه دوت الاوجمنتد رياليتي والافتراض الخيال الافتراضي والفيرتشوال رياليتي، يعني حاجات كثيره جدا. لو المعلم ده اساسا في اساسه مش جاهز ان هو يتدرب ويتكيف عليها يا برضه هيقع مننا. فانا طبعا باكد على ان المعلم لازم دائما وقبل يكون عينينا عليه بقوه، نطور منه ونكافئه بشكل كويس. طبعا هو محط التركيز الاول والاساسي. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر سياده النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنه التعليم بمجلس النواب.